الحمد لله على الفوز بنتيجة ديال 3-0 كتريحنا في ان شاء الله في الروشو ان شاء الله، وكنطلب الجماهير الرجوية باش تكون في الماتش ديال فيتا كلوب ان شاء الله لهيه، وان شاء الله باطمان الاول ماشي الظروف راه غادي يكون ان شاء الله لهيه، وغان غادي نكون ان شاء الله، وراه ديما رجاء وباطمان راه حلق وان شاء الله غيحلق الفيتا كلوب وديما رجاء، وما كانت الرجاء ما كاين والو، لا كوب من 2003 ما جبناها وان شاء الله غادي نجيبوها من الفيتا كلوب، وحنا كاع الكوبات كنجيبوهم من خارج المغرب، وان شاء الله ديما رجاء وديما رجاء وديما رجاء.